ونبقى مع البيئة والمناخ دائما بالمغرب، حيث تعرف عدة مناطق من البلاد تساقطات مطرية مهمة خاصة في المناطق الشمالية الغربية، مع هبوب رياح قوية على الساحل الأطلسي مصحوبة بكتل من السحب والأمطار. وكما جرت العادة، تسببت الأمطار مرة أخرى في اختناق مجاري المياه وتحويل بعض الطرق والمناطق إلى برك مائية، كما تسببت في انقطاع التيار الكهربائي على بعض الأحياء بمدينة الدار البيضاء.